ليه الناس بتحبني أو على الأقل بيحترموني؟ في الحقيقة مش بس الناس اللي بيحبوني، الكرة كمان كانت بتحبني. لو اتشاطت في جسمي بعرف استلمها وسيطر عليها. أنا شخص مباشر، ممكن أخليك أنت والجول بتمريرة واحدة من آخر الملعب، أو ممكن بشوطة من آخر الملعب أجيب جول أنا بنفسي. كنت لاعب بارد، مش بتأثر بأي ضغط. حتى لما غلطت قدام مانشستر يونايتد شلت الكرة من على الخط بسرعة بكل هدوء. مش قلتلكم الكرة بتحبني وهتستناني؟ الكرة بتحبني لدرجة إن في مباراتي المأوية مع أسبانيا قدام فرنسا كنت صاحب الهدفين. الكرة مش بس بتكافئني، لا بتديني فرصة تانية إن أسجل بعد ما ضيعت ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا. ما كانتش آخر ضربة جزاء مهمة ضيعها، ضيعت تاني في ربع نهائي كأس العالم، وعشان الكرة بتحبني أسبانيا كسبت الماتش وبعدها كسبت البطولة ومحدش افتكر ضربتي. أنا وفي ودايماً ولائي بالكامل بيكون لمدربي. كنت مستعد أموت في الملعب عشان رافا بينيتس، وبعدها كنت مخلص جداً لعدو جوزيه مورينيو، وفي الآخر نفذت تعليمات جوارديولا حرفياً. تقريباً أنا حلقة الوصل الوحيدة اللي ممكن تلاقوها بين مورينيو وبيب، بحب الاتنين وعمري ما اتعصبت لحد فيهم على حساب التاني. حتى صديق عمري وطفولتي ميكيل أرتيتا أنا اللي أقنعته يروح ريال سوسيداد، وأنا اللي خليته يلعب في أفرتون بعد كده عشان يكون معايا في نفس المدينة. أنا كنت لاعب فريد منظم، عندي رؤية كاملة للملعب، فاهم أدواري وأدوار زمايلي، بعرف أقرأ اللعب وأتوقع الهجمة رايحة فين. حتى شعري كان دايماً متسرح مهما جريت وبذلت مجهود، صفات مثالية جداً لمدرب ناجح. أتمنى بعد سنوات أجي أكلمكم عن نفسي تاني، لكن عن بطولاتي اللي حققتها المرة دي من على دكة البدلاء.